السلام عليكم. زار والي ولايه تيزي وزو برفقه وزير السكن والعمران، اذا زار الاحياء الجديده اللي راه قيد الاشغال في ولايه تيزي وزو، احياء سكنيه نلاحظ انه فيه عده مرافق تم تسليمها بموازاه مع تسليم السكنات. اذا هذا هو الامر اللي نحبوه حنايا، لازم تكون فيه المرافق تنجز يعني بصفه موازيه مع انجاز السكنات وتسلم في وقت واحد، وهذا امر مهم. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول الزياره تاع وزير السكن الى بعض الاحياء السكنيه الجديده في ولايه تيزي وزو، والسلام عليكم.